نظريات التعلم الاجتماعي يقول لك هناك أخطاء في التعلم منذ الصغر، ممكن وراثية، نلقاو الوالدين ممكن الأم والأب عندهم اضطرابات القلق، ممكن اضطراب الهلع والوسواس القهري، ممكن تعلمات خاطئة للأولاد، الأساليب التربوية الخاطئة، ممكن هناك فقدان عزيز يعني بسبب الوفاة، حادث يعني صدمي ولا حادث نفسي مريع يعني يقدر يديكرونشينا، نقدر نقول حتى العمل المجهد والتفكير الأوفر ثينكين يعني التفكير المفرط ممكن يؤدي إلى ظهور هذه أعراض. العلاج هناك العلاج النفسي والعلاج الدوائي. العلاج النفسي يكون على المستوى مع المختص النفسي أكيد، هناك بروتوكول علاجي يعني ممكن يكون يطول لمدة أسابيع وكذلك شهور. العلاج الدوائي مضادات الاكتئاب يمدها للميدسان سيكياتر ومضادات القلق ليزونتي ديبريسور ليزونتي أنكسيولوتيك المتمثلة في مضادات الاكتئاب سيرترالين وفليكسيوتين. نعم. إذن هذه المضادات تعمل على تثبيط امتصاص مادة السيروتونين على المستوى النهايات العصبية في المشبك حتى يخفوا هذه الأعراض. بالنسبة لهناك إدارة الغذاء وجمعية الغذاء الأمريكية تأكد كاين واحد شركة براينز واي دارت واحد الوشائع شكل ديبيس يتحطوا هنا يعني في الفرو تاع في الشعر تاع فوق الجبهة، هذه الوشائع ترسل نبضات مغناطيسية لتعديل الكهرباء المخ. هذا في حالة ما إذا لم تنفع أساليب العلاج التقليدية اللي هي الدواء. الأدوية يعني ما تقدرش تعالج نهائيا الوسواس القهري في أغلب الحالات. نعم، لأنه نشوفوا كاين ناس بزاف يقولوا يعني جاونا حتى العيادة يقولوا بلي 12 سنة وأنا يعني نتناول في الدواء وتبقى الوساوس يعني تخفيف الأعراض.